عبر الهاتف من بغداد ينضم الينا سيد نجم القصاب المحلل السياسي العراقي. سيد نجم ارحب بك. اهلا وسهلا بك. نعم، اذا ما هي اخر التطورات العراقيه سيد نجم وتعليقك عليها؟ تفضل. يعني منذ يومين بدات القطاعات والقوات المسلحه العسكريه العراقيه بشن هجمات لا سيما على المناطق الصحراويه الحدوديه. نعم. التي تكون مع محافظات سقطت بيد داعش عام 2014، بالتالي هذه الضربات الصراخيه عن طريق الطيران والقوه الجويه التي تعتبر الذراع الاطول للوصول الى اعمق هذه المناطق التي لا تستطيع الوصول اليها المشاه، وخصوصا السدود والجبال، وبالتالي استطاعت هذه القطاعات والقوات تلقي القبض على اكثر من 30 عضو تنظيم داعش، هؤلاء الذين كانوا يستعدون لشن هجمات وضربات في المدن العراقيه لا سيما في الايام الماضيه. كانت هناك بعض العمليات الانتحاريه والانغماسيين في بعض المناطق خصوصا المدن التي تحررت من هذا التنظيم قبل سنتين. نعم. اذا سيد نجم كما تعلم ايضا ان معركه إرادة النصر أو كما سمت بإرادة النصر في العراق أيضا بدأت كما تفضلت بالذكر وكما نعلم جميعا. السؤال الآن، يعني معركة إرادة النصر، ما هي الصعوبات التي تتخللها هذه العملية؟ يعني بالتأكيد هي لن تكون أي عملية صغيرة أم كبيرة، لابد أن تلاقي الصعوبات، لكن علينا أن نوضح للمشاهد الكريم بأن القطاعات والقوات العراقية قد كثير حصلت على خبرة ودراية وكيف تقاتل هذه التنظيمات، لا سيما تنظيم داعش قد خسر الأرض وخسر آلاف من المقاتلين وبعض المناطق أو بعض الأشخاص الذي يعتمد ويرتكز وينطلق منهم، خصوصا في المناطق التي كانت تسمى أو تحتسب حاضنة للإرهابيين، وبالتالي اليوم هذه القوات لم تلاقي صعوبة، لكن الصعوبة التي تواجه القوات المسلحة هي مسك الأرض، لأن كما تعلمين بأن هذه الأرض هي صحراوية وكبيرة في المساحات آلاف الكيلومترات، نحتاج إلى مقاتلين أكثر وأكثر حتى يستطيعوا الوصول أو ضبط هذه الأرض التي لابد أن تكون هناك توافر جهود بين المواطنين وبين القوات المسلحة. نعم، هذه المناطق التي تم ذكرها سيد نجم، يعني بالطبع لها أهمية استراتيجية خاصة أنها ستصل إلى الحدود السورية. دعني أتحدث معك عن هذه النقطة تحديدا، البعض يتخوف من هذه المنطقة، منطقة الحدود السورية العراقية وعملية الاشتباك التي ستحدث بها بين القوات العراقية والفصائل المشاركة في هذه العملية، وأيضا من الجانب السوري سيكون هناك بالطبع فصائل أيضا ستشارك في هذه العملية. نعم، يعني كما تعلمين اغلب المقاتلين من تنظيمات سواء القاعده او تنظيم داعش هي دخلت عن منفذين، منفذ الحدود العراقيه التركيه ومنفذ الحدود العراقيه السوريه. نعم. الاكثر من هذه من الحدود السوريه، لان ما زالت الاوضاع الامنيه داخل الاراضي السوريه غير متماسكه او غير منضبطه من قبل لا الحكومه ولا المعارضه، وبالتالي في اي لحظه تستطيع هذه التنظيمات الارهابيه الداعشيه تخترق في الحدود، لكن عندما يكون هناك ضبطا او مثل هذه عمليات التطهير المناطق وتكون العمليات مفاجئه ومباغته، بالتاكيد سوف تتعرض هذه التنظيمات الى ضربات ربما لم تتعرض لها في السنوات الماضيه. نعم، هذا من جانب او من الجانب الميداني والعسكري. من الجانب الاخر الجانب السياسي سيد نجم، كيف تسير الاوضاع سياسيا في العراق؟ كما تعلمين ان النظام السياسي في العراق بعد 2003 هو نظام توافقي على الطائفي مكوناتي من الكتل السياسيه التي تتفق مع بعضها تشكيل الحكومه او لاختيار الوزراء، وبالتالي اليوم ما زال الصراع على المناطق، خصوصا هناك اكثر من 4600 يعني درجه وظيفيه التي تسمى في العراق الدرجات الخاصه والهيئات المستقله كالسفراء وقاده الجيش والشرطه والمدراء العامون، هذه كلها تحاول الاحزاب تفكيك ما تسمى الدوله العميقه التي سيطرت عليها بعض الاحزاب خصوصا الحزب الواحد او الحزبين في السنوات الماضيه. الامر الاخر كانت هناك ماده
58 في الموازنه العراقيه عام 2019 يتوجب على السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء ان يلغي كل الدرجات او المناصب بالوكاله. لكن كانوا يعلمون ويدركون بان غير ممكن شهر او شهرين يتم حسم هذه الدرجات، لكن مدة تمديدهم واعطوا له الى 24/10/2019 لابد ان تكتمل هذه الدرجات. اذا الصراع ما زال، الخلاف ما زال، نحن نعول بان المرحله المقبله تختلف عن المراحل السابقه، لا سيما وجود وضع امني مستتب في المدن العراقيه، وجود شركات استثماريه، المواطن بدا يعيش لربما في بسيط من الامل. نعم. على القوى السياسيه ان تغير منهاجها وسياستها في المرحله المقبله. نعم، اختم معك بهذا السؤال سيد نجم عن عمليات اعاده الاعمار، كونك تحدثنا من بغداد، كيف تسير عمليات اعاده الاعمار في العراق وهل ملامحها تبينت بالفعل؟ يعني لحد الان لم يكن هناك تغيير كبير وكثير، لان الموازنه في الشهرين الماضيين تم اقرارها والتصويت عليها. نعم. هناك بعض المعوقات وبعض القوانين التي تعرقل عمل الاستثمار، خصوصا من هيئة الاستثمار وبعض الوزارات عندما يحصل المستثمر على الأرض، لكن كل المعطيات والمؤشرات بأن الأموال موجودة واليد العاملة موجودة والعقول موجودة، لكن نحتاج إلى إرادة سياسية. نعم. من أجل توفير الخدمات وكذلك الأعمار والاستثمار في كل مدن العراقية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من بغداد سيد نجم القصاب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.